يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة. شفت هذا لاعبك مصاب؟ شفت عطى روح بدري عليك يلا روح روح القم. عامل لتوصيل الطلبات، كيف اقدر اخدمك؟ ابشر بعزك، ارسل اللوكيشن واجيك على طول سريع سريع. مع السلامة. بدري وين رايح؟ توك جاي. ابد رايح مشوار وراجع. هب شغال زي المدوان. ايه قل ما شاء الله قل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كمل عني يلا. تعال. نفس الفرق ولا الثانية؟ نفسه كمل فريقه. السلام عليكم. عليكم السلام. آمرين يا خالة. هذا العنوان، هذه الفلوس. أسمي أبشري. مع السلامة. يا محمد محمد تعال 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 يلا شيلوا الصندوق شيلوه شيلوه. كفو كفو. ركبه ركبه. خذ خمسة يلا توكل على الله. أبشر بينك وبينه يلا خمسة خمسة. أول مرة ترى. روح يا شيخ غشيم. هلا. إيه وخر. إيه. السلام عليكم. السلام. السلام. تعال شوف يا أبوي من يوم ما رحت ما في إلا تكسير روس. روح. كيف التوصيلة؟ يا رجال أي توصيلة؟ واحدة أعطتني صندوق ورقة فيها عنوان وتليفون. رحت للعنوان لقيته بيت مهجور. أتصل عليه ما يرد. طيب ارجع اتصل مرة ثانية. سبك أنت، أقول لك أتصل عليه ما يرد. والصندوق فين؟ الصندوق بالسيارة. اسمع انت هو دام الموضوع فيه جثث لا اعرفكم ولا تعرفوني، انتم من طريق ولا من طريق. افا يا شكر تترك خويك تترك خويك، هذه جريمه انت ما تفهم هذه جريمه. طيب اتصل على اللي طلب منك مشوار. واضحه يا ابوي قال لك ما يرد، اكيد دبس الغبي ذا في الجثه. تستهبل انت وجهك؟ يعني الميت اتصل عليك قالك تعال وصلني؟ لا اللي قتله هو اللي اتصل من جوال المرحوم، بس الحين لازم اطلع المجرم قبل ما يوصل الموضوع للشرطه. فكنا من الموضوع هذا، ايش نسوي؟ الجثه حتعفن. يا عيال الحين دخل الجثه بالثلاجه وبعدين نتفاهم. يلا شيلوا معي. على قوت الله بالله. استنوا عيال. وش فيك؟ ثلاجتنا خربانة نسيت انت هو ابوك النكبة. وش نسوي الحين؟ والله ما ادري. الا تعال عامر، اهلك ما تقول لهم مسافرين؟ الا يلا مشينا. يلا
راح 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 يلا شو من عندك شو من عندك ارفع 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 لا في مين بعد دقيقة دقيقة عيال اصبر 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 فيك انت كيف يدخل الصندوق من هنا الحين؟ يا والله انك صادق طب اسمع ما لنا لباب الصالة يلا يلا شل شل يلا عيال عمر خير ان شاء الله شو الصندوق هذا؟ فواكه لحم خضار ها والله ما تحسون مثل الناس نقصد ان الصندوق ذا فيه فواكه وخضار ولحم نبي نوزع على الفقراء والمساكين جزاكم الله خير عم تسوي القهوة أبوك تعبان أبشر أبشر يبا ما سفرتوا رحنا وفاتت الطائرة إيه ما شاء الله يلا نسوي القهوة أبشر أبشر يبا خلاص عيال أنتم ودوا الصندوق بلونيت وأنا بلحقكم ها يلا شيلوها ها شب عندك شب عندك ليه حطيتها في الزبالة عشان يأكلونها حقين البلدية يا ذكي يا أخ وين الصندوق؟ شوف حليت لك المشكلة ما بول انت وياه واذا سألوهم من وين اخذتوها وبصماتنا كلها عليها امش شغل متأكد ان هذه هي العمارة؟ اي متأكد هذه العمارة. طيب اي شقة؟ ما ادري. كمان ما تدري؟ واضح ان الشغلة محبوكة. يا عيال الجثة تمشي. هاي جثة. الميت اللي في الصندوق يمشي على رجوله، شايفه؟ ما بول انت، ما بول. شكل الصدمة أثرت عليك. والله العظيم شفته يمشي برجوله. امش 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 معي امش والله شايف يمشي ها هذه الجثة ولا لا طيب اللي شفته مين هذا اكيد جني الهرجة فيها جن أقول اسكت ترى ما هو بوقتك انت بتكون معاك تدخلني السجن شكش عويض الله من شرك ترى ما نبرايق لك رجال البيت ما بمشي معاكم انت كمل لا يا شيخ طول عمرك الخمة ما توقف مع خويك انا اوريك بس يا عيال ترى صوتكم ذا المرتفع ما راح يفيدنا في شيء عامر روح وراه ابى اروح وراه اجل وشو
ايه هذا دخل الشرطة، احنا كده تنكبنا. مشينا يا عيال، مشينا. ايه الحرامية سرقوا الميت. اسكت لا تفضحنا، امش. خليهم ايش تبغى فيهم؟ هذول يستاهلوا يلبسوها. يا اخوي ما نقدر نتركها. ليش من بقيه اهلك؟ يا حبيبي الصندوق فيه بصماتنا، ما تفهم انت؟ رح جنبه، رح جنبه يا عامر. وقف، في جثه، في جثه. جثه جوا الصندوق، وقف. اسروا على ما واجهتوا يا عيال. أنا أقول يا عيال نمسح بصماتنا من الصندوق، من الجثة كمان، ونرجع الصندوق مكان ما أخذته، ولا من شاف ولا من دري. يا عيال اللي قتلوا الرجال مهم سهلين، ما قتلوه وحطوه بالصندوق اللي هم عارفيني. أنا أقول ندق العمارة باب باب. والجثة وين نوديها؟ قتلوا الرجال وجثة؟ سلام عليكم. تركي تعال، تكفى تكفى، محتاجينك توقف معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن دقيقة لو سمحت؟ أمر. الرقم ذا تعرفه؟ ده الأستاذ أحمد، شقة 25. طيب الله يعطيك العافية. تحت أمرك. مشينا عيال. أنت اللي في الصندوق ولا اللي برا؟ نعم؟ لا لا لا، الظاهر أننا غلطانين. مع السلامة. متأكدين أن أخوي ميت؟ أبوي أصبر شوية، دحين هو أخوك ولا أنت؟ إيش الهرجة؟ هذا أخوها التوأم سعد. طيب والحرمة اللي أعطتنا الصندوق؟ ترى هي سبب مشاكلنا كلها. وين تليفون أحمد؟ هذا هو. هات. وترى الاتصال جاء منه. والصندوق؟ الصندوق في الاستراحة، مع
مع خوينا تركي. يا جماعة والله ما لي دخل، أنا سمعتهم يقولون جثة وما شلون صندوق وقالوا لي احرص الصندوق وأنا والله ما لي دخل. يا جماعة خير يا تركي، وش أنت مسوي في استراحتنا؟ هذه استراحتكم؟ يا تفضل. أقول لك أنت وياه أحسن لك تعترف وين وديته الجثة. قسم بالله ما أدري، كانت في الصندوق، دخلت دوس المياه طلعت اختفت. بلا لف ودوران واستهبال زايد، قولوا لي وين الجثة. وين هم ليلو ذولا؟ خيرا بينوا. لو سمحت على ما أظن أني نسيت جوالي في الصندوق اللي أنا جيت فيه، ممكن تشوف لي؟ ومن أنت أصلا؟ أنا؟ تركي ما هو قضيتنا؟ يعني بالله ما تدري إيش قضيتنا إلى الحين؟ لا ما أعرف قضيتنا يا كفتة، علشان وأنا وأنت نعرف الأشكال هذوليك شباب الاستراحة. مشعل ترى ما في داعي لإنكارك، كل الأدلة تشير إنك أنت القاتل. المهم إن الرجال طلع حي طال عمرك. رجال حي لكنك متهم بالشروع بالقتل ومحاولة تضليل العدالة. والله ما كنت أقصد، الخوف هو اللي خلاني أسوي كذا. اسمع أبغاك تحكي لي القصة من الأول إلى الأخير. كنت أكذب سيارتي في السوق، الرجال ركب معي وطلب أوصل البيت، وعند البيت اختلفنا على الأجرة. تبين لي إنه مات، خفت، قعدت أدوج في الشوارع ساعة أفكر وش أسوي فيه. أخيراً جتني فكرة أورط فيها شخص ثاني، وما جاء على بالي إلا حقين التوصيل. طبعاً ما أقدر أتصل عليه من جوالي. بس أنتوا كيف عرفتوني؟ كل مجرم لازم يترك خلفه دليل، وأنت تركت أكثر من دليل، وأبسطها صورتك اللي تركتها عند محل العبايات اللي اشتريت منه. والله ما قصدت. يا عسكري خذنا التوقيف. ده الرجل اللي سلمكم الصندوق مسكناه. بس اللي سلمنا الصندوق حرمة، ما هو برجال. كان رجل متنكر بزي حرمة. آسفين طال عمرك، إنا من الخوف تصرفنا غلط. طيب إذا كان هذا الجثة، هذا إيش قصته؟ هذا أخوي أحمد توأمي، يوم شفتوني أول مرة في حارتكم كنت أسأل عليه، قلت يمكن أحد شافه ولا شيء. بس والله الرجال يوم قبلناه شكله كأنه ميت. فعلا هو أخوي مريض عنده مرض نفسي، لما يعصب تجي إغماءه كأنه ميت. أنا أحب أعتذر على كل اللي سببته لكم، ما كان قصدي، أتأسف. عموما يا شباب الحمد لله أنها جات على كذا، والآن تقدرون توكلون على الله وتمشون. أركض بديتك.